المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد وائل العلوان، باحث في مركز جسور للدراسات من مدينة اسطنبول. أهلا ومرحبا بك سيد علوان. بداية، يعني المتحدث باسم وفد المعارضة في أستانا أيمن العاسمي قال إن أستانا ستناقش مستقبل اللجنة الدستورية ومصير منطقتي تل رفعت ومنبر شمالي سوريا. أسألك أولا عن اللجنة الدستورية، ما يمكن أن يستجد في هذا الملف؟ نعم، تحياتي لكم. بالطبع فإن مسار اللجنة الدستورية مرتبط بشكل مباشر في مباحثات أستانا، حيث بعد التعطيل الروسي بسبب الموقف من جنيف كإدارة سويسرية، هناك فرصة لمباحثات أستانا أن تخلق البدائل الممكنة أو أن تخلق حلولاً ما بين روسيا وما بين باقي المجتمع الدولي في خصوص القضية السورية. ولا يوجد خلافات جوهرية حول القضية السورية، في حين أن الخلافات في أوكرانيا تجلت بشكل مباشر بتأثيرها على القضية السورية. لكن أعتقد أن اليوم مباحثات أستانا تأتي بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف حي تقسيم وسط اسطنبول، وبالتالي سيكون موضوع الأمن القومي التركي والاستحقاق التركي بتأمين حدودها الجنوبية وضمان أمنها القومي هو الأولوية في هذه المباحثات. تركيا قامت بتنفيذ عمليات وتستمر في تنفيذ عملية الرد على مجموعات تابعة لحزب العمال الكردستاني، مجموعات تتبع لقسد، وهي تريد أن تضمن أن لا يستطيع هذا التنظيم أو لا تستطيع هذه المجموعات أن تتحرك بما يهدد المصالح القومية التركية أو حتى بما لا يهدد مناطق المعارضة السورية. أعتقد أن هذا سيكون هو أولوية المباحثات، بالإضافة طبعا إلى موضوع استمرار القصف. نحن لا ننسى أن من فترة قريبة كان هناك استهداف واسع لمخيمات لاجئين، وكانت هناك انتهاكات واسعة بحق المناطق التي يجب أن تكون خاضعة لمبدأ خفض التصعيد، فضلا عن أن تنتقل إلى موضوع وقف إطلاق النار، لكن هذا لم يحصل. طبعا هناك جملة من المفاوضات والمباحثات ما بين روسيا وتركيا بشكل رئيسي، كل من الجانبين يعتقد أن الطرف الآخر مقصر في الاستحقاقات بحقه منذ إبرام اتفاقية سوتشي ومنذ المضي في عملية وقف إطلاق النار المستمرة حتى اليوم والتي بدأت منذ آذار مارس 2020. سيد، كل هذا يترجم في أستانا. يعني المسار السياسي السوري الأكتيف الحقيقي اليوم هو ما يحصل يعني في أستانا وينعكس بشكل آخر على الأرض. سيد علوان، عذرا على المقاطعة، ولكن بالحديث عن يعني أقول المسار السوري، يعني برأيك هل ستكون أستانا 19 مختلفة عن سابقاتها من حيث تأثيرها على الملف السوري ككل؟ لا أعتقد أن هناك خرق كبير جدا في القضية السورية. حتى موضوع مثلا العملية العسكرية التركية، أعتقد أن اليوم الأجواء في سوريا تشهد تصعيدا جديدا لم يكن معروفا منذ فترة طويلة بمشاركة طيران الحرب التركي ضد مجموعات صفوان، قريبا أنها مجموعات إرهابية. هذا شيء مستجد وهذا محل بحث ونقاش ضمن الدول الضامنة لمسار أستانا. لكن على المستوى الميداني، على المستوى الأرضي، هناك تهديدات تركية وجادة اللجوء إلى الحل الأخير اللي هو الحل العسكري بشكل منفرد من قبل تركيا، لكن ما زال هذا ضمن التهديد التركي، بمعنى أن تركيا تقدم موضوع الوصول إلى تفاهمات ثنائية مع روسيا أو توافق على مستوى ضامني أستانا يضمن لتركيا أمنها القومي، خاصة في المنطقتين الاستراتيجيتين تل رفعت ومنبج، والتي أو تل رفعت و نعم تل رفعت ومنبج نبل والزهراء قريبة من تل رفعت، تعتبر امتداد لتل رفعت. هذه المناطق لها خصوصية الوجود الإيراني الكبير فيها، لكن بشكل عام تحتاج تركيا أن يكون هناك ضمانات لأمنها القومي، ولا أعتقد أنها تذهب بما تهدد به قبل أن تستنفذ الفرص بالسبل الدبلوماسية أو السياسية أو بالعلاقات ما بين البلدين. تستطيعون اليوم في أستانا 19 أن تصفوا العلاقات التركية الروسية بأنها علاقات جيدة بشكل عام،
لكن تحولات كبيرة في الموقف من القضية السورية لا أعتقد أن يحصل خرق في هذه الجولة. ممكن أن يكون هناك مقاربات لتحديد جولة جديدة من اللجنة الدستورية، واللجنة الدستورية نحن نعلم سواء توقفت جولاتها أم استمرت لن تنتج شيء ولن تخرج بشيء. موضوع وقف إطلاق النار واحترام وقف إطلاق النار هذا سيكون تأكيده متوقعا في هذه الجولة. موضوع تبادل المعتقلين أو إطلاق سراح الأسرى أو المزيد من إطلاق سراح الأسرى بضغط روسيا على النظام متوقع أيضا. موضوع إعادة رسم وقف إطلاق النار والتأكيد عليه والالتزام به هذا ما يكون أهم شيء يناقش في هذا الوقت، مع الإلحاح التركي والضغط التركي أن يكون هناك ضغط حقيقي على المجموعات التي تهدد الأمن سواء أمن المناطق المعارضة أو أمن حتى الداخل التركي. أشكرك سيد وائل علوان باحث في مركز جسور للدراسات، حدثنا من اسطنبول.